مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا العرض الاخباري المباشر الذي نقدمه لحضراتكم من قناه العيون. بدايه نشره من العاصمه الموريتانيه نواكشوط التي انطلقت بها اليوم الاحد اشغال اجتماع وزاري تشاوري البلدان المجاورة لمالية، سعيا لدعم التعاون في المجال الأمني وتفعيل المخطط الإفريقي للسلم والأمن بمنطقة الساحل والصحراء. وسيتم خلال هذا اللقاء الذي تشارك فيه إلى جانب البلدان المجاورة لمالي بعض المنظمات الإقليمية والدولية والبلدان الدائمة العضوية في مجلس الأمن. سيتم تبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز تبادل المعلومات ومراقبة الحدود وتفعيل دور البعثة الدولية لدعم مالي تحت إشراف إفريقي والوضع الأمني في شمال مالي بشكل خاص ومنطقة الساحل والصحراء عموما. تواصلت اليوم بالعيون جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي توجت بجلسة ختامية لتقديم حصيلة الورشات المنظمة يوم أمس. محمد المصطفى خيا وصالح الجيبي. ركزت جلسة صباح اليوم من اللقاء التواصلي لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مع مختلف فعاليات ومكونات جهة العيون بجور السقية الحمراء على تقديم نتائج الورشات الثلاثة المتعلقة بالحكامة الاقتصادية ومناخ الأعمال وتوسيع ولوج الساكنة للخدمات الأساسية والتنمية البشرية وورشة المجتمع المدني والتنمية المجالية. كل الاقتراحات التي أبداها المشاركون سيتم دراستها من طرف اللجنة الخاصة التي أحددت من أجل وضع مقترح نموذج تنموي جديد للجهوية بالأقاليم الجنوبية، وستكون مادة خام مهمة سيتم استعمالها لوضع التقرير الأولي الذي سيتم إعداده أواخر شهر مارس. الجلسة الختامية لهذه الورشات والتي عرفت مشاركة مكثفة للمنتخبين والأعيان وفعاليات المجتمع المدني ورؤساء المصالح الخارجية تضمنت مجموعة من المداخلات لهؤلاء ركزت على ضرورة انخراط مختلف الفئات المجتمعية ضمن هذا المخطط التنموي. لا شك أنها على كل حال أثمرت نتائج إيجابية جدا فيما يتعلق بكافة التوصيات التي وردت في التقرير النهائي الذي حضرناه في هذا اليوم، ولا شك أنه كان هناك إنصاتا كاملا وتاما ومؤثرا بالنسبة لهؤلاء المجموعة التي حضرت معنا. تم عقد هذا اللقاء في ظل مجموعة من طرح مجموعة من القضايا اللي كتهم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي كتحول دون ما تنمية حقيقية في الأقاليم الصحراوية. ومن خلال التوصيات التي طرحها المشاركون الفاعلون المحليون في الأقاليم الصحراوية تبين بأن هذه المشاكل هي مشاكل حقيقية في العمق سيتم معالجتها وفق تصور يراعي الخصوصية ويراعي المنطقة. وإحنا أملنا كبير في هذا المجلس وإرادتنا كبيرة في هذا المجلس وجينا على غيره ونتمنى التوفيق للجميع. حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد تقديم الورقة التطيرية للتنمية بالأقاليم الجنوبية أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس على التواصل مع مختلف ساكنة هذه الأقاليم وجهاتها الثلاث للاطلاع عن قرب على الخصائص الذي تعرفه المنطقة في عدد من المجالات، وهو ما تضمنته توصيات لقاء اليوم عبر مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والرياضية. في أخبار الحوادث، أسفرت حادثة سير مفجعة صباح اليوم عن سقوط 5 قتلى شمالي جماعة الطاح القروية بإقليم طرفايا بعد تصادم شاحنة لنقل البضائع من الحجم الكبير بسيارة من الحجم الصغير. إلى مكان الحادث انتقل زميلينا محمد المصطفى خيا وصالح الرقيبي وعاد بالروبورتاج التالي. حادثة سير مفجعة صباح اليوم شمالية جماعة الطاح القروية بإقليم طرفايا. 5 ضحايا حصلت هذا الحادث والذي نتج عن اصطدام شاحنة من الحجم الكبير لنقل البضائع بسيارة من الحجم الصغير. الضحايا كلهم من ركاب السيارة الصغيرة.
تلاميذ كانوا متوجهين في رحلة ترفيهية صوب شاطئ مدينة طرفايا. مجهودات جبارة بذلت بالمناسبة لفتح الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طرفايا والعيون أمام مستعمرها بعد إغلاقها لساعات عدة. فور علمهم بالحادث انتقل لعين المكان رجال الوقاية المدنية والدرك الملكي والسلطات المحلية. يتقدمهم عامل إقليم طرفايا للوقوف على مختلف عمليات ما بعد الحادث. حادث ترك ألما كبيرا وأسا عميقا لدى أولياء الضحايا وأصدقائهم. أطلب الله يجعلهم مقبولا عنده يعدون هجرنا كاملين. إنا لله وإنا إليه راجعون. خويا كنا جايين في جوج سيارات داسيا وما غادي قدامنا حنا تابعينهم من اللور. خويا داك الرموك جاي خرج لنا للطريق ديالنا وهرب عليه الدري صاحبنا اللي غادي من القدام ودخل فيه جروا معاه قهار بهاد المسافه كامله كي كتشوفوا تهرب. لا اله الا الله. هو كنطلبوا من الله الله يرحمهم مساكن ويوسع عليهم في هاد النهار. هادشي خويا اللي كاين. امين. نازف حوادث السير على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين العيون وطرفايا لا زال مستمرا، فالوضعية الحالية لهذه الطريق تعد كارثية وتطرح مجموعة من التساؤلات حول المجهودات المبذولة لإعادة تهيئة هذا المحور الطرقي الوطني الهام، وهو ما توعد به وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح في زيارته مؤخرا لإقليمي العيون وطرفايا. وجدير بالذكر بأن جثث ضحايا هذا الحادث الخمسة نقلت زوال اليوم صوب مصلحة الأموات بمستشفى مولاي الحسن بن مهدي بالعيون. إن لله وإن إليه راجعون. ببجدور واحتفاء باليوم العالمي للمرأة نظمت جمعية الإبداع للفن التشكيلي وفن الديكور والطرز التقليدي أيام تكوينية لفائدة نساء المدينة، أنشطة متنوعة عرفت المناسبة وذلك بهدف التعريف بالإبداعات النسائية في مختلف مجالات الفنون والحرف. سرك الزوير ومحمد شارع. أيام تكوينية لفائدة نساء مدينة بوجدور في إطار يومهن العالمي، ورشات تكوين حول الرسم على الحرير الزجاج وكذا صناعة الشموع تخللت هذه الأيام، مناسبة تم خلالها تنظيم معرض مصغر شمل مختلف إبداعات المرأة في عدد من مجالات الفنون والحرف. أيام لفائدة النساء جاءت بهدف التعريف بالطاقات والمواهب الفنية على صعيد الإقليم. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ارتأت جمعية الإبداع أن تقدم للقطاعات النسائية في النوادي والجمعيات دورات تكوينية في أحدث التقنيات التي سبقتنا بها الأقاليم الشمالية من البلاد، منها الرسم على الزجاج والرسم على الحرير وصناعة شموع وزخرفة الفخار، وذلك من أجل التشجيع على الإبداع والتطوير للرقي بالعمل نحو الأفضل. هذه البادرة هي بادرة تحسد عليها مدينة بوجدور صراحة، أن جسدت فيها قيمة المرأة، وجمعية الإبداع من ضمن الجمعيات التي تأسست في الأقاليم الجنوبية والتي تمثل فيها قيمة المرأة كفاعلة جمعوية تطوعية أكثر من ما هي أخرى. ثانيا كشعر أو ككتابة أو كأدب هذا شرف كبير على أنني نمثل فيها جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ونجسد فيها على أن النساء سواء كانوا من أوروبا أو من جميع دول العالم سواء من جميع الدول بالمغرب خاصة هن أهل أن يحتذى بهم. طرقنا إلى تشكيل مجموعة الأشكال التي هي عبارة عن كمثال عن طرز أو رسم على الثوب وصباغة الرمال التي تطلبت مجموعة من الوسائل، للأسف أن هذه الوسائل غير متوفرة بهذه المنطقة. الحفل لم يفوت فرصة تكريم إحدى الشاعرات التي ساهمت في إثراء المجال الشعري وخاصة بعد إصدارها الجديد. أيام تكوينية تم خلالها أيضا تكريم عدد من الأطر اعترافا بالخدمات التي أسهمت بها في إنجاح الأنشطة الإشعاعية بالإقليم. المدينة عرفت أيضا بالمناسبة العالمية للمرأة تنظيم حملة طبية للكشف عن مرض سرطان الثدي والذي تشرف عليه جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان. نبقى دائما مع الأنشطة المخلدة لليوم العالمي للمرأة، وهذه المرة بالطنطان حيث احتفلت النيابة الإقليمية للتعليم بنساء العاملات في الإقليم. حفل نظم تحت شعار نعم للمساواة لا للعنف ضد المرأة، وتضمن عدة فقرات تنشيطية تخللت تكريم فعاليات نسائية محلية. حظ محضر وعبد الرحيم حاجي. فقرات متنوعة اشتمل عليها هذا الحفل الذي يأتي كمساهمة من الدائرة الإقليمية لتعليم
في تخليد اليوم العالمي للمرأة احتفالية قدمت شريطا مصورا رصد لمشاركة نساء من الإقليم في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. باقي الفقرات المقدمة عروض مسرحية ووصلات غنائية من أداء تلاميذ مؤسسات تعليمية. مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية وبعض المداخلات الخاصة بالمرأة، والمداخلات هذه المداخلات تضمنت الاحتفاء بالمرأة خاصة، وكذلك ترسيخا للشعار نعم للمساواة لا للعنف ضد المرأة. هذا يوم تكرم فيه المرأة، يوما نقف فيه لكي نتكلم وكي نتعرف على ما تعرفته المرأة عالميا، ولكن معرفته خاصة في المغرب وخاصة في السنوات الأخيرة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله. تكلمنا عن ما يعني عن مكتسباتها كالمدونة، كما ورد في الدستور المغربي، وخاصة الرفع من تمثيلة المرأة في يعني في أفق المناصفة. الحفل اختتم بتوزيع هدايا وجوائز تقديرية على نساء رائدات تتميزن في العديد من المجالات الإبداعية. ببوجدور وبحضور عدد من الفعاليات المحلية رجالا ونساء، نظمت إحدى الجمعيات المحلية حفل تكريم لفائدة النائب الإقليمي لوزارة التربية والتعليم. الحفل أثنى من خلاله الحاضرون على الخدمات التي قدمها هذا الإطار طيلة مشواره المهني بقطاع التربية والتعليم، كما أشاد عدد من المتدخلين بلمسة أخلاقه وحسن سلوكه وتفانيه في العمل، منوهين بعطاءته المهنية طيلة فترة اشتغاله بإقليم بوجدورة. في الشأن الحزبي، عقدت الكتابة الإقليمية للشبيبة العدالة والتنمية بقليميم مهرجانا خطابيا في سياق الحملة الوطنية 10 لشبيبة العدالة والتنمية. اللقاء الذي عرف حضور أعضاء من المكتب الوطني حمل شعار لا سياسة بدون أخلاق، وهو يشكل محطة في مسار العمل الذي يخوضه هذا التنظيم السياسي في سبيل التأهيل وتأطير الشباب. الهدف من هذه الأنشطة عموما تأطير الشباب والسهر على تأطيرهم من ناحية السياسية، وتمكين من أساليب وتمكينهم من الأدوات الأساسية للتأطير والعمل السياسي البناء الذي يعتمد أساسا على الأدوات الأساسية التي يجب أن يتخلق بها العمل السياسي عموما. في أخبار الرياضة وتحديدا كرة اليد، وبرسم الجولة الرابعة من منافسات بطولة القسم الوطني الأول، انتهت مواجهة فريقي الكوكب المحلي بالعيون ووداد العيون بنتيجة التعادل. هذه المواجهة التي دارت أطوارها على أرضية القاعة المغطاة بمدينة العيون، تابعها عن القناة كل من علي الكبش ونيمان مغيفري. ديربي العيون بين جارين الكوكب والوداد المحليين بدت إثارته مع انطلاقة المباراة التي حاول لاعبو الوداد التحكم في مجرياتها وتسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط لوقف مساعي لاعبي الكوكب في التوقيع على خامس فوز لهم على التوالي ضمن البطولة، وهم الذين نجحوا في إنهاء الفصل الأول لمصلحتهم بفارق نقطة واحدة 9 نقاط مقابل 8. لتتواصل الإثارة خلال الجولة الثانية، ويتواصل معها ترقب الأنصار بالنظر لتقارب مستوى الأداء على رقعة الملعب وقيمة الفوز في لقاءات الديربي. أهداف هنا وهناك واستماثة الجانبين، بالإضافة إلى الاندفاع نحو الشباك للطرفين، حيث كان الكوكب الأقرب لنيل الفوز لولا يقظة الوداد في آخر الأنفاس ليتقاسما نقاط نزال الذي انتهى متعادلا بواقع 21 نقطة مقابل 21. أولا هني الفريقين على هذه المباراة، والمباراة كانت حماسية صراحة فضل النتائج المتدنية ديال الفريق، خسارة متتالية أنا أعتبر هذه النتيجة نتيجة إيجابية، ونشكر اللاعبين على هذه المقابلة. الحمد لله احنا كفريق نعانوا هذه موسمين، عندنا نقص في اللاعبين، لاعبين عندنا لاعبين من كيجوا من أكادير وجوا من مراكش، وما عندنا وقت فاش نتقانوا ونلعبوا ونطيما مجموعين. الحمد لله احنا شوي بشوي عندنا نندمجوا عندنا ندخلوا، الحمد لله هذا اللقاء دليل على أن الهند مازالت كاينة في الأقاليم الصحراوية الصراحة، خاص غير المسؤولين يقوموا بهذه
يعطوا دعم لهذه الرياضه. اليوم شفتوا المقابله الحمد لله زدت على احسن رغم ان التحكيم كان شويه ماشي تله. الدراري يحاولوا يديروا اللي عليهم ان شاء الله ونتمنوا يكون الخير من هنا لقدام، نحاولوا نصعد القسم الاول ان شاء الله. ديربي العيون في كره اليد ينتهي متعادلا اذن في اجواء رياضيه لتستمر المنافسه بين فرق الاقاليم الجنوبيه بغيه تحقيق صعود مباريات السد المؤهله للقسم الوطني الممتاز. جديد الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الاثنين في قراءة للزميل سلك رحال. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الاثنين من يومية الأحداث المغربية، وكتبت من جديد تؤكد مال اتهامها للبوليساريو بدعم الجماعات الإرهابية فوق أراضيها، إذ أكد وزير الشؤون الخارجية المالي تيمان كوليبالي مجددا وجود عناصر قادمة من مخيمات تندوف في صفوف حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وذكرت الأحداث المغربية بأن وزير الخارجية المالي قال إنه تم تحديد وجود عناصر قادمة من مخيمات تندوف داخل القوى الجهادية التي تنشط في شمال مالي، وأدلى المسؤول المالي بهذه التصريحات على هامش مباحثاته بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع أمين عام المنظمة الدولية بان كي مون ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إيرفي لاتسوس. يومية الأخبار تطلعنا في صفحتها الأولى من عدد يوم غد الاثنين بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس سيقوم بجولة تمتد من 20 مارس إلى 3 أبريل بمنطقة المغرب العربي تقوده إلى كل من الرباط والجزائر ونواكشوط، وسيتباحث خلالها مع المسؤولين في آخر تطورات قضية الصحراء. وذكرت الأخبار بأن هذه الزيارة تندرج في إطار التحضير للتقرير الذي سيقدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن نهاية شهر أبريل المقبل، والذي من المرتقب أن يتقدم فيه بطلب تمديد مهمة مينورسو إلى متم سنة 2013 في انتظار استئناف المباحثة المباشرة بين المغرب والبوليساريو. يومية أخبار اليوم المغربية تطلعنا في عددها الصادر يوم غد الاثنين بأن محمد دوليشكي مندوب المغرب لدى منظمة الأمم المتحدة قال إن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء سيعمل على إرساء أسس الاستقرار وتحقيق الاندماج الاقتصادي بين الدول المغربية. وأضافت أخبار اليوم المغربية أن لوليشكي أكد أيضا خلال استضافته في برنامج ضيف الزوار على الإذاعة الوطنية أن ثوابت الحل لهذه القضية تبدأ من الاعتراف بالمجهودات المغربية التي أتت بمبادرة الحكم الذاتي. صحيفة جودة الإلكترونية كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية بأنه تم ضبط أول يوم أمس الجمعة داخل خليج الداخلة من طرف البحرية الملكية قارب محمل ب70 صندوق من السجائر الأمريكية المهربة. كما ضبطت البحرية الملكية على متر قارب بحارين أحدهما مبحوث عنه من طرف الدرك الملكي في أوسرد بتهمة تهريب السجائر. ومن الغريب تضيف جود أن القارب قطع حوالي 200 ميل بحري من الحدود المغربية الموريتانية بحرا، علما أن أحدث الرادارات منصوبة في المنطقة ولم تتمكن من رصد القارب. انتقل إلى عفو الله تعالى المرحوم مبارك ولد علي ولد خر عن سن تناهز 55 سنة. الفقيد ينتمي لقبيلة زرقيين شتوكة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنوا فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. والآن نصل مشاهدينا الكرام للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليم الجنوبية يوم غد إن شاء الله، حيث ستكون الأجواء غائمة بشمال المنطقة، سماء صافية إلى قلة السحب بالجنوب. درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 14 درجة بإقليم طاطا و 18 درجة بالكويرة. في حين ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 31 درجة بسمارة و 22 درجة بكل من الداخلة والقويرة. على البحر بالوجهة الأطلسية سيكون البحر القليل هيجان لها بعموم السواحل الجنوبية. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:02 من الغروب، فسيكون في حدود الساعة 6:59 إن شاء الله. درجة الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 29 درجة بنواكشوط، 26 درجة بنوادي بو، 29 درجة بتندوف، 29 درجة بالرابوني، مع تسجيل 22 درجة بالرباط.
قبل ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الخبر الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الإنترنت www.snrt.ma. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخلية الجوية من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشارة الشؤون الصحراوية www.corkas.com. كما يمكنكم متابعة نشرة الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور والجوجل بلاي. وغدا إن شاء الله تلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية في حدود الساعة الرابعة والربع. بداية أسبوع موفقة وإلى اللقاء.